نار شعلة، جيبوا لنا الكرارس يطيح السوق. هو تصريح أحد المواطنين بسوق السيارات المستعملة بغردايا بعد أن اصطدم بأن سعر السيارات القديمة لا ينزل تحت 150 مليون سنتيم. مية تروح لهذو اللي راهم في متناول الجميع، هذو الطوموبيلات هذو الصغار هذو، والله راه سعر خيالية. ستيب واي، أكسونت، لوغان، كومبيز، هذو راه فاتوا الحدود. انت 2000 2008 لقيتها راهي سوامها كاع هنا فوق 140 150. في راي ب 150 160 في راي، والله ما توصلك للاقواط يعني. والله غير غالي بزاف، هذوك الطوموبيل الخردة تلقاها 91 92 يقول لك عطي لي 70 80 بزاف، 800 ما تجيب لك سيارة باهية. واقع السوق أرجعه المواطنون لغياب السيارات الجديدة عن مساحات العرض، ما فتح الباب واسعا أمام المحتكرين والسماسرة. السؤال يبقى مطروح إلى متى؟ سيارة 2012 فيها البانتورة وفيها جنب، يقول لك راه في 180 185. نطالبوا الدولة دخلنا سيارات. سوق سخون، تبيع تندم تشري تندم. وكلاء المركبات الجديدة استنفذوا حصتهم الممنوحة سنة 2023، أما 2024 فيمكن القول أنها كانت سنة بيضاء دون استيراد، لتبقى الآمال معلقة على الأشهر القليلة القادمة التي سيفصل فيها في موضوع استيراد المركبات، موازاة وتحصل إحدى العلامات الصينية على اعتماد إنشاء مصنع لها في الجزائر.